حياكم الله مشاهدينا، أيام قليلة تفصلنا عن شهر الخير والبركة، شهر العبادة والطاعة، وشهر صلة الأرحام والدعاء والقيام والصيام وقراءة القرآن. اللهم بلغنا رمضان وربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات. وكل عام ونحن وأمتنا وأهلنا في فلسطين وفي غزة بشكل خاص بألف خير. يعني مشاهدينا أكيد في كل عام نستقبل رمضان يعني بالفرح والسعادة، وهذا دائم بالتأكيد في ظل الأحداث الحالية وفي ظل الأيام العادية، لأنه شهر طاعة وعبادة. لكن كان في مظاهر دائما نستقبل فيها شهر رمضان ونستعد لهذا الشهر الفضيل، من تزيين بيوتنا بالأضوية بالفوانيس، بشراء يعني أدوات منزلية جديدة، تجهيز سفرنا، تجهيز ثلاجاتنا. لكن ونحن نتابع ما يجري في غزة وبحر الدماء هناك، والأهل اللي أصبحوا بلا بيوت وبلا مأوى، بلا طعام، بلا دواء، بلا مشافي، بلا مساجد يقيموا فيها الصلوات، بلا أحبة، فقدوا أحبتهم. فكيف لنا أن نستقبل هذا الشهر بالزينة والأضواء؟ كيف لنا أن نستقبل هذا الشهر بأن نملأ ثلاجاتنا وخزائننا بما لذ وطاب، وهم يفتقدون حتى الطحين ليصنعوا منه خبزاً؟ حول هذا الموضوع مشاهدينا ويعني العديد من المحاور الأخرى سنتناولها مع ضيفتنا في حوارنا لهذا اليوم، استقبال رمضان واستعدادنا لرمضان في ظلال طوفان الأقصى. وضيفتنا الأستاذة إيمان غانم، المرشدة النفسية والتربوية وباحثة دكتوراه إرشاد تربوي ونفسي والحاصلة على مزاولة المهنة بالإرشاد النفسي. أهلا وسهلا يا أستاذة إيمان، حياك الله. يسعدك، أهلا فيكم، الله يكرمكم، شكرا على المواضيع الجميلة والاستضافات دائما المسرية لنا ولأسرنا جميعا. وأكيد أكيد هذا الموضوع بهمنا جميعا في هاي الفترة كأسر كأولياء أمور، حتى نجهز تجهيزاتنا ونعد عدتنا لهذا الشهر بطريقة نكسب فيها قيم ونكسبها لأولادنا، بطريقة إنه يكون في عنا تهذيب لأنفسنا حتى نشعر ونتعاطف مع أهلنا في غزة. جميل جدا، يعني أكيد الموضوع مهم جدا. نعم، وسنثري إن شاء الله من خلال أكيد استضافتك دكتورة قريبا أشهر أسألك عن الدكتورة إن شاء الله، إن شاء الله. بإذن الله. دكتورة إيمان، وبدنا هيك ناخذ أفكار و نعم. نقدر نوصل للناس إنه هذا لا يعني إنه إحنا فرحتنا برمضان منقوصة، لكنها فرحة محددة بما يجري، فرحة بدنا نتقرب فيها إلى الله عز وجل من خلال إنه نعين هؤلاء الناس. وأكيد القربة بهذا الاتجاه ستكون يمكن أكثر أجراً من إنه إحنا نزين أو إنه إحنا يعني نقوم بما اعتدنا عليه من أمور. بداية يعني أكيد إحنا بدنا نتكلم في الجانب المادي من زينة ومظاهر، والأهم الجانب الإيماني والمعنوي والروحاني، قد ايه أضاف لنا هذا رمضان معاني. اصلا انا بقول داخلين احنا على رمضان واحنا روحانيا مستعدين. نعم. لانه اهلنا في غزة وفي طوفان، من خلال طوفان الأقصى سبحان الله تقربنا الى الله اكثر. نعم. فنحكي بهذا المعنى ونبدا فيه ان شاء نعم. الله. بداية احنا دائما وابدا زي ما حكيتي وتفضلتي، احنا ما بنحكي ان ما نحتفل في هذه الشعائر او نقيمها او نحتفل فيها او يكون في بيوتنا زاوية خاصة فيها، لكن تكون بطريقة فيها تعاطف وفيها تذكير لأهلنا. جميل. في غزة. جميل. يعني احنا دائما كنا نضيء الشوارع، نضيء المنازل، نستخدم الزينة بطريقة يعني مبالغ فيها. هلأ الآن لا، بتكون طريقتنا مهذبة، نعمل محراب زاوية صلاة. جميل. هذا يستعين. جميل. في زينة رمضان نعمل الهلال بطريقة آمنة داخل المنزل حتى أولادنا يظلوا متذكرين ومستشعرين قيمة هذا الشهر، خلال المحراب، من خلال الهلال، من خلال تجهيز أدوات الصلاة للأطفال المقبلين على أنهم يعني يلتزموا بالصلاة أكثر، يبلشوا الصيام، خصوصا أولادنا اللي بدهم يبلشوا صيام، نشجعهم أنه في أطفال من عمركم من أهل غزة لا يجدون الطعام ولا يجدون الشراب، وهناك في استقرار وثبات. فهلأ إحنا قيمتنا إن نعلمها لأولادنا عن طريق عباداتنا وعن طريق إحيائنا له بطريقة نخلي أولادنا يشوفوا إنه إحنا عم نقتصد بالزينة، عم نقتصد بالطعام. أكيد أكيد بدنا نستمر في المقاطعة،
يعني عند حلو. جلب المونة من المولات أو كذا زي ما حكينا نصطحب أطفالنا ونأكد على أنه أوكي في بعض المشروبات كانت شعار لرمضان لكن هي الآن لن تكون موجودة وسنجد بديل عنها حلو. يعني شراب الكركديه شراب البرتقال أكيد في سيدات البيوت هلأ البرتقال متوفر وموسمه هذه الأشياء الكركديه ممكن نحط له نضيف له نكهة يصير مشروب نستبدله بإشي صنع ببيتنا وموجود وفي متناول أيدينا بنفس الوقت نضمن نذكرهم بالثبات والصبر اللي هم رأوه في أهل غزة إنه إحنا بدنا نصبر ونثبت مع أهل غزة عن طريق الصيام والتخلي زي ما حكينا عن الكماليات والجماليات والأشياء اللي هي فيها رفاهية زائدة. جميل جدا دكتورة إيمان ونحن نتكلم عن هاي المعاني إحنا صح بدنا نجلب مونة لرمضان إحنا أكيد يعني لكن بالحد الأدنى نعم. وخلينا بالعكس هذا رمضان فرصة إحنا كل رمضان بنقول يا جماعة ما تبالغوا ما تبذروا أصلا رمضان شهر امتناع عن الطعام نعم. شعور مع الناس المحتاجة والفقراء تقرب إلى الله بالجوع فبالتالي شعورنا إحنا بهذا الشعور وإنه نقنن من يعني المواد اللي إحنا بدنا نستخدمها في رمضان خاصة ستات البيوت ونشعر إنه جوعنا كمان عم بقعدوا في غزة يوم ثلاثة وأربعة وخمس أيام بدون طعام نعم. يعني إحنا يوم وبنقعد نحضر ما لذ وطاب أكيد. نكتفي بصنف واحد هذا رمضان مع الشوربة إشي كتير ممتاز ونشعر أبنائنا بهاي القيم والمعاني اللي تفضلتي فيها نعم عن طريق كيف نبني خطة خطة اقتصادية مع أولادنا إحنا هذا رمضان بده يكون عندنا خطة اقتصادية بدنا نوفر مبلغ من المال حتى نقدمه لأي جهات معنية يوصل لأهل غزة جميل إحنا سنقتسم معهم رغيف الخبز بالطريقة المناسبة حلو سنتقاسم وجبتنا بطريقة مناسبة إنه إحنا كنا نحط مثلا أصناف كثيرة زي ما تفضلتي على مائدتنا سنكتفي بأصناف معينة بتوفر لنا كل نحكي المصادر الأساسية بالغذاء والنصف الثاني إحنا وأولادنا نذهب نبحث عن جهة مأمونة جهة ممكن توصل لأهل غزة حتى نتشارك نحن وهم جميل. الطعام والشراب أه. كمان أولادنا بدهم يحسوا بالقيم حكينا الروحانية والدينية عن طريق التطوع إيش ممكن يعملوا إيش ممكن يحدثوا يتطوعوا ويجهزوا طرود يوزعوا زي ما حكينا تمر ومي للصائمين هاي الأشياء لازم نعززها عند أولادنا بالصبر والثبات وعن طريق إنهم يقوموا بهاي الأعمال التطوعية نعم. وأكيد أكيد الشعائر الدينية رح تكون بطريقة مختلفة قبل الشعائر دكتورة إيمان وإحنا عم نتحدث في الطعام وفي الشراب وفي الولائم والعزائم نعم. واللي نعم. بهالشهر أكيد الكل بيحب يصل رحمه ويعزم إن كان ولا بد فلا نبالغ أكيد. وحتى أنا أفضل إنه أنا كأخت مثلا وأخوي ناوي يعزمني هذا الشهر بالتأكيد أو أهلي أنا يعني بدي أقول لهم أنا مسامحتكم نعم. يعني تكاليف هاي العزيمة هاتوا كلنا نجمع أكيد زوجي حيعزم خواته صحيح. وأخوي حيعزمنا فهاتوا كلنا نتكاتف نجمع تكاليف هالعزائم والولائم ونبعثها نرسلها لأهلنا في غزة نتبرع فيها صحيح. وفي يوم هاي العزيمة خلينا إحنا نفطر إفطار تقشفي نتجمع على الصلاة مش بالضرورة على ولائم يعني فيها ما لذ وطاب 100% زي ما حكيتي وتفضلتي عن طريق انه احنا نحييها كأسرة ممتدة حتى اللي زي ما تفضلتي فيه دائما في بيكون في تكاليف عالية برمضان على الأشخاص لأنه بدهم يعدوا الولائم بطريقة معينة العزومات تكون كاملة متكاملة لا احنا هلأ نتخلى شوي نتخلى عن هاي الأصناف والتباهي بالعزائم حتى بتصويرها ونشرها على السوشيال ميديا لأنه إخواننا بيعانوا يعني استخدام السوشيال ميديا عن طريق وللأمانة أنا لاحظت أنه الظاهرة خفت لم يعودوا الناس كما كانوا قبل يصوروا الولائم حتى الزينة والله أنا ما شفت زينة نعم. ما بعرف إذا فهذا كثير جميل لا نعم. لا ما شفنا زينة زي كل صحيح. مرة وزي كل سنة بكل شوارع وأسواق يعني يبدو أنه في الحمد لله فينا ثمرة خير وفينا تعاطف وفينا أكيد. إحساس للآخرين وهذا اللي بنعلمه لأبنائنا عن طريقنا نعم. زي ما حكيتي إحنا بنجمع تكاليف هذه العزائم وبنعمل فيها ولائم لأسر أهل غزة نعم. للمخيمات صحيح. وكأننا أكلنا وزيادة وأخذنا إحنا وياهم الأجر صحيح. زي ما تفضلتي إنه تكون إحنا يعني ببيتنا معلش اليوم بدنا نفطر شوربة تمر ولبن حتى نحس بأهل غزة نعم. الأكل موجود لكن إحنا بدنا نحاول نتعلم الصبر والثبات إحنا وولادنا كأهل غزة نعم. مش كل ما نتمناه بدنا نلاقيه في حياتنا لأنه لا يعلم الإنسان ما موجود له بالمستقبل ما يجد عليه أحداث نعم. يعني ربنا يديم نعم. النعم لكن أكيد الإنسان يعني أهل غزة صبرهم وثباتهم لأنهم
دائما حاطين في بالهم انهم هم تحت احتلال وانه هذا اليهودي لا امان له. نعم. فبالتالي بده يكون الانسان دائما متجهز. ربنا يديم يا رب الامل والامان. بدي استاذنك دكتوره ايمان, بدنا نروح نشوف استطلاع احنا والساده المشاهدين لنشوف فعلا على ارض الواقع الناس استعداداتها لرمضان لهذا العام, هل اختلفت عن الرمضانات السابقه ولا ذات الاستعدادات. لنشوف مشاهدينا احنا وياكم هالاستطلاع ونرجع لنواصل حوارنا. يعطيك العافية. والله الحمد لله أول شيء على شهر رمضان, لكن مع الأجواء المحيطة مؤخرا باللي عم بيصير بالأحداث بغزة وما حولينا, والله النفسية مش كتير صراحة. يعني مقبلين على شهر رمضان أول إشي بظروف سيئة محيطة, وتاني إشي بغلاء أسعار, ويعني ما في أي يعني جهازية نفسية لاستقبال الشهر الفضيل. برأيي رمضان السنة رح يكون مختلف عن اللي تعودنا عليه بكل سنة. فعليا الواحد حتى من قبل رمضان بطل يحس حاله انه بياكل وهو مرتاح, وهو يعني أكله فعليا بفكر بأهلنا بغزة, بشربنا, حتى نقطة المية نفكر فيها قبل ما نصرفها. وبرمضان أكيد رح يكون هذا الشعور كمان موجود بشكل أكبر. دعائنا دائما طول الوقت لأهلنا في غزة, ودائما بهمنا أنه يعني الشعور هذا الداخلي ينتقل أكثر للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستعداد أكيد مختلف, لأنه الوضع اللي بصير والأحداث اللي بتصير بغزة كثير بمأثرة فينا, وإخواننا الفلسطينية والغزاوية بعانوا, فأكيد راح يكون الاستعداد مختلف. شعور رمضان مش زي كل سنة, في عنا صعوبة احنا بنواجهها فيها, التحضيرات اقل من عادية مش زي كل رمضان, الواحد حتى الزينة افتقدها ببيته السنة هاي لانه مش قادر يعلق زينة, واخوانه بغزة يعني لسه لا متوفر عندهم طعام ولا ماء ولا مأوى, فهاي يعني نقطة صعبة بالنسبة لي وللمجتمع اللي حواليه. حقيقة انه من رمضان هذا راح يمر علينا فيه وفي غصة في القلب, لأنه هذا العام يختلف عن بقية الأعوام الأخرى, لأنه في إخوان إن الآن حالهم ليس في كأي حال من الأحوال اللي موجودة في العالم, ليس في الوطن العربي حقيقة. ونسأل الله عز وجل أن ربنا يثبت قلوبهم ويرفع عنهم إن شاء الله ويربط عليهم, لأنه الآن اللقمة اللي راح يأكلها الصائم راح تكون قبل أن تصل إلى الفم ما أعتقد أنه راح تهضم بطريقة المعتادة. يعني من نسأل الله عز وجل لهم الثبات وربنا يكرمهم إن شاء الله رب العالمين. الله يعطيك العافية. صراحة سؤال مهم في ظل الأحداث اللي بتصير مع أخواننا بغزة. صراحة رمضان الحالي هو رمضان مختلف ولازم يكون مختلف بكل التفاصيل, حتى استعداد رمضان نفسيا طبعا موجود وروحانيا موجود, بس كمان ممكن نطلع عليها من ناحية فكريا ماليا, تجهيز الأمور الأغذية وما إلى ذلك. صراحة لازم يكون في نهج جديد, نهج متبع على موضوع التقشف, زي ما أخواننا بغزة بيعانوا والله يعينهم والله يفرج عنهم والله ينصرهم. يعطيك العافية. طبعا دكتورة إيمان زي ما تابعنا احنا والسادة المشاهدين الكل تقريبا يجمع انه يعني في غصة والواحد مستحيل يقدر انه يعيش هذا الرمضانات باستعداداتها وفرحها وكذا زي الرمضانات السابقة. أكيد. فبالتالي يعني الأفكار كثيرة, وإنه إحنا بنحكي دائما رمضان شهر التغيير. نعم. ففعلا لما لا يكون هذا الرمضان حقيقة شهر التغيير, يعني وإحنا عايشين الجوع زينا زي أهل غزة, لكن بدنا نغير في بعض العادات اللي كنا إحنا نشعر إنها ملازمة لرمضان وهي غير ذلك. نعم. وهي فرصة. نعم. زي ما تفضلتي أستاذة والجمهور جميعهم, إحنا مثقلين بالمشاعر الحزينة, بمشاعر التأثر والتعاطف مع أهلنا في غزة, فهو رمضان نحكي فرصتنا بالتنفيس الانفعالي عن طريق العبادات الروحانية. جميل. بتهذيب النفس عن طريق إشعار هذه القيم. جميل. بطريقة إن إحنا نعمل, حكينا خطة كاملة, مش خطة بس اقتصادية بس على الأواني والمونة والأكل, حتى خطة للتغيير. كم قيمة أنا بدي أغيرها بنفسي؟ يا سلام. قيمة تعاون, قيمة تشارك, قيمة حمل مسؤولية, قيمة قيام بمهام,
قيمة الشعور بالآخر، التعاطف مع مشاعر الآخر، عدم يعني الاستقرار، نحكي الأمان الوظيفي عند الشخص كيف يعدل منه على كل الأصعدة. على كل أصعدة توكل على الله، نقول دكتورة، نقول حتى صلة الأرحام فهمنا إلها فهم أحيانا بيكون مثقل بكثير من الأشياء والأعباء. يعني إحنا أثقلنا نفسنا بعادات وتقاليد لم يكن لها أي سلطان أو والله أي قانون. صحيح. والله إحنا صحيح. فرضنا على نفسنا أشياء هي لم تفرض في ديننا، فلذلك رمضان فرصتنا حتى نغير هذه العادات الثقيلة وهاي الحسابات المثقلة والمجاملات للزيادة، التكاليف والمظاهر نعم. فعلى كل أسرة إنها تحط لنفسها خطة، أنا هذا الشهر مش رح أعمل يعني ولائم وعزائم تكاليف عالية مثل كل شهر، لا رح أتصدق، وحكينا مثل لأي جهة، رح أخلي أولادي يعيشوا الحياة اللي ما فيها كماليات زيادة حتى يشعروا بالآخرين. رح يكون تركيزنا على أنه زي ما حكينا إحياء الدعاء لأهل غزة، على الإفطار حلو. تذكير أولادنا دائما قبل تناول الطعام أنه في ناس هاي اللقمة مش عم يجدوها، أهل صحيح. غزة عم بيحاولوا يأكلوا، صاموا قبل منصوم أهل غزة، والله أدي صبرهم وثباتهم، حتى أولادنا اللي بتعلموا حكينا الصوم الجديد أدي بيعانوا الأطفال، نضلنا نذكرهم تذكير بالنماذج والأشخاص القدوة إلهم بالصبر والثبات. نعم جميل جدا. التوحد شعوريا مع أهل غزة فرصة أن نعم. نتوحد معهم، وإحنا مفروض علينا نصوم ونمتنع عن الطعام، فنتوحد معهم بأنه هم فعلا مش يعني عم بيجوعوا لأنه ما في كمان طعام. نعم. فبالتالي هاي المعاني جدا مهمة، يعني خاصة أنه إحنا كمان بعد رمضان مقبلين على عيد أكيد. وبدنا نهيئ أولادنا إنه هالعيد إحنا ما بدنا ننكد عليهم، يعني نعم. إحنا العيد هو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، نحن نعم. نفرح بفضل نعم. الله، نفرح بانتصارات المقاومة، نفرح بثبات وصمود أهل غزة نعم. نفرح بأمور كثيرة، فلنبدأ بترسيخ هذه المعاني عند أبنائنا من بداية رمضان نعم. إنه العيد قادم بدنا نفرح، بس ما بدنا نفرح زي فرحة كل نعم. عام يعني. مش نفس المظاهر اللي احنا فرضناها على أنفسنا، لا مظاهر العيد هي أوكي منا نعايد على بعض ومنا نفرح مع بعض، بس بطريقة نحكي فيها أدب. جميل. نتأدب جميل. في فرحنا، نتأدب في سرورنا، نتأدب في مشاعرنا، في أكلنا، في مشربنا، في اجتماعنا الأسري حتى يعني حتى حكينا أنه الأسرة لما تجتمع خلي الذكر والدعاء لأهل غزة، هم أحق هلأ الناس فيه. صحيح صحيح. وأحق الناس يكونوا هم أهلنا، أهل مواضيعنا في المجالس. نعم. إنه كيف أي خطة ممكن نساعدهم فيها أو نكون داعمين إلهم فيها تربويا نفسيا اجتماعيا، بيكونوا هم محورنا وهدفنا في الحياة. جميل. يعني دكتورة إيمان، إحنا تكلمنا يمكن عن الدائرة الأقارب والعائلة والأسر، إحنا في رمضان كمان فرصة إنه إحنا بنروح على صلاة التراويح في المساجد نعم. يعني بنكون على تماس مع الناس كمان نعم. اللي هم جيراننا، معارفنا في حينا. يعني أنا اللي لاحظته إنه صحيح الغالب متعاطف ويقدم، لكن في ناس عن جهل بتحسيها تجاهلت بعض الأمور اللي إحنا بالضبط. كلياتنا من نادي إلها بالضبط. سواء يعني بالمقاطعة أو بالفرح أو بالسرور أو صحيح. بالتعابير عن الاحتفالات وإقامة المناسبات. يعني عليك والله بدي أضرب لك مثال يا دكتورة إيمان وللسادة المشاهدين، أنا في فترة لما احتفلوا بالمنتخب الأردني وعودته والكل استنكر إلا فئة قليلة طلعت واحتفلت نعم. كنت ماشية جاية على القناة وبجانبي سيارة سيدة وبجانبها بنتها ما بعرف يعني مين بتكون معها، ففاتحة الأغاني وكانوا رايحين متوجهين لاستاد عشان يحتفلوا فأنا يعني فتحت الشباك وهي فاتحة شباكها، فقلت لها وغزة؟ فبتقولي نعم، بقولها وغزة نعم. غزة والناس اللي بتموت، فوالله وطت المسجلة على الآخر وبتقولي ما هو إحنا إلنا 3 شهور والله بس يعني فرحة، قلت لها لا مش فرحة وأهل غزة بيموتوا نعم. مش هذا مكان الفرح، والله ظلت هي وكان السير كتير متأزم فظلت ماشية بجانبها والله ما فتحت المسجلة أبدا، يعني في ناس بتتجاوب، في ناس نعم. بدها بس تذكير، فهذا دورنا. نعم زي ما تفضلتي إنه إحنا مثلا نعد مشاريع صغيرة وإحنا ذهبين للمساجد أو دور العبادة طبعا والتجمعات الدينية، يكون بإيدنا منشورات بروشورات بطريقة بسيطة مكتوب عليها أنه نستمر مع بعض بالمقاطعة، نستمر مع بعض جميل. بدعم أهل غزة جميل. كلياتنا مع الاقتصاد وعدم يعني نحكي المباهاة والمبالغة بالكماليات حتى يكون صوتنا واصل لهم. ننظم مكان مناسب، نحط روابط لأماكن ممكن تساعد أهل غزة، جهات معنية
نضلنا ننشر على السوشيال ميديا زي ما احنا بطريقة آمنة انه وين في مكان ممكن توصلهم مساعدات، منشورات بتخصنا، نفسنا احنا، كلامنا، حوارنا. جميل. حكينا جميل. بالمساجد، بالأماكن، احنا جايين هون ننقيم الليل، مننا نعتكف بإذن الله عز وجل مناصرة لأهلنا. احنا مندعي لهم، نخصهم بدعائنا، نخصهم بصلاتنا، نخصهم بقراءتنا. يعني رح يكون لهم كثير جزء من لو موعظة قصيرة بصلاة التراويح مثلا بين النساء، بين اللي جالسين بشكل قريب مني احكي. وزي ما تفضلتي انا واجهني نفس الموقف، انا مرشدة بمدرسة، ثاني يوم من خسارة المنتخب كان في عندي اطفال كثير مستائين، والله كان افضل اسلوب للتنفيس الانفعالي عليهم مس واهل غزة. زي ما تفضلتي صحيح، صح احنا هون خسرنا، صح انتم حاسين بالخسارة، لكن هو فوز بالنهاية. لكن مين اللي احنا اكثر لازم نوجه مشاعرنا له؟ حزن اهل غزة، الله يعين اهل غزة. هاي بالاخر لعبه، انتم مشكلتكم كثير بسيطه انه المنتخب ما مثلا ما اخذ الدوري الاول مثل ما انتم حابين، بس اهل غزة خسروا كل شيء. فكان بالنسبه لي اسلوبي كثير لطيف على الاطفال انه هون عليهم مصيبتهم. جميل دكتوره ايمان، انا عم بخبروني انه انتهى الوقت مع انه الحوار معك الله والله الله يرضى عنك اكيد جدا رائع، وعم بنوصل رسائل كثير مهمه، لكن ان شاء الله تكون الرسائل وصلت من خلال كلامك، من خلال ما تفضلتي به من افكار. ودائما غزة فلسطين تكون حتى هي مركز زينتنا، إذا بدنا نزين داخل بيوتنا، وهالزينة بدون تكاليف إحنا نصنعها. نعم. إحنا نعملها مع أولادنا في البيوت، فبالتالي إن شاء الله إنه بنكون هيك استقبلنا رمضان بما يرضي الله عز وجل، وبما يعني يبعد أو يرفع عنا الحرج تجاه كمان أهلنا وإخواننا في غزة. شكرا جزيلا لك. الله يسعدك. شكرا لكم. الدكتورة إيمان غانم، المرشدة النفسية والتربوية وباحثة دكتوراه إرشاد تربوي ونفسي والحاصل على مزاولة المهنة بالإرشاد النفسي. شكرا جزيلا. الله يكرمك. شكرا لكم جميعا. العفو. إذن مشاهدينا حنكون بعد فاصل قصير مع الفعاليات اللي من خلالها أكيد نساند ونؤازر الأهل في غزة، مجموعة من الفعاليات اللي بنتمنى إنكم تكونوا معنا لنعرض تفاصيلها وندعوكم للمشاركة فيها بعد فاصل قصير. خليكم معنا إذا تكرمتم.